حضرتك عارف ان انا عندي دعوة ان احنا عايزين الست تفضل ست والراجل يبقى الله يفضل الله راجل، الله. وليس معنى هذا ان المرأة لا تقوم بأدوارها، بل تقوم بأدوارها من ان هي تتعلم وتعلم وتشتغل وتعمل كل الأدوار، بس لازم تفضل ست. يعني الراجل في لحظة من اللحظات بيحس ان هو بيتعامل مع زميله في الشغل، لان هي بتنتقل بنفسية العمل الى نفسية البيت، وهي بتبقى معذورة ان في نفس الوقت بيطلب منها كل حاجة، فهتعمل كل حاجة ازاي وهي في نفس الوقت محتاج ان هي تحافظ على انوثتها. فلازم انا بقول ان احنا هاجم علينا اختلال الادوار من غير ما نكون مستعدين، من غير ما نتأهل. ولذلك انا حتى في برامج المكملين على الزواج بروح بناقش دي، وبعمل شوية تمارين وبعمل شوية مهارات عشان نقدر نتعامل مع ده، ازاي المرأة كل يوم تبقى مجددة لأنوثتها ومجددة، والرجل يساعدها في ذلك، وازاي الرجل كل يوم يمارس مسألة مش السلطة، يمارس مسألة المسؤولية بالاحتواء وبالرعاية وبالاحتضان، ويكون صدر واسع عشان يحسوا بوجوده، فتحس المرأة ان هي ما زالت منعمة وما زالت كريمة وما زالت. كل ده مهم جدا جدا. بس انا خليني اقول في كلام الأستاذة نور، في عندنا طلاق في الإسلام اسمه طلاق الفضل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني عند الطلاق احنا اسمه التسريح بإحسان. ولذلك الطلاق ما ينفعش واحنا بنطلق. هي المشكلة ان احنا محتاجين برامج لتأهيل الناس على طلاق الفضل. طلاق الفضل ده محتاج ان كل واحد فينا مش يمسك سكينة ويقطع حقه بما يجعله يأخذ رقبة ولا جزء من المطلق، لا، احنا عايزين كل واحد فينا وهو بيطلق يترك فضلا لكي يحافظ على أمن أولاده، يحافظ على علاقة يمكن أن تستدام في كثير من الخير. فاحنا لازم وعندنا برامج احنا بنشتغل عليها، برامج تسمى طلاق الفضل. طلاق الفضل، الناس ازاي تطلق وتطلق بإحسان، وده شيء مهم جدا جدا.